سيداتي سادتي، إن زوج ابنتي رجل طيب جدا، ولا يمكنكم أن تتصوروا مبلغ العطف والرعاية والحنان الذي يكنه لي، ولا مبلغ الإخلاص والحب الذي يغمر به ابنتي. ولكن أن يمنع ابنتي من رؤيتي فهذا تصرف غير طبيعي. لا تصدقوها، آسف للمقاطعة، أنا زوج الابنة المتهم بالقسوة على حماته التي أصابها مس من الجنون بعد أن توفيت ابنتها منذ سنوات، وهي تعتقد أن زوجتي الحالية هي ابنتها، وأنا أحاول تربيتها قدر استطاعتي. هذا كذب، وسأضطر أن أبوح لكم بالسر، إنه هو المجنون. إنها هي المجنون، بل أنت المجنون. كيف حالك يا لينا؟ بخير، كيف حالك أنت؟ بخير. لامبرتو، أهلا لامبرتو، كيف حالك؟ أهلا لميليا، أين زوجك؟ راح يقابل المحافظ بخصوص السيد بونزا. راح إذن للمحافظ ليقدم شكوى. تصور، يشكو من أحد مرؤوسيه. يشكو مرؤوسيه في المحافظة، نعم، أما في البيت فلا. لقد أسكن حماته هنا بجوارنا. وما المانع؟ كانت الشقة خالية فأجرها لحماته. نسيت، كان المطلوب منه إرغام حماته لتقديم الاحترامات اللازمة على عتبة زوجة المدير وابنته. في الواقع ذهبت أنا ودينا وسبقنا بالزيارة فلم يستقبلنا. لذلك ذهب إلى المحافظ ليستصدر أمرا برد المجاملة. نعم، أمر لتقديم الاعتذار الكافي، فليس من الأدب والذوق ترك سيدتين واقفتين كالألواح أمام الباب. لا، هذا غير معقول، غير معقول بالمرة. أنا لا أستطيع أن أصدق كل ما تقوله عن السيد بونزا. هذا ما حدث بالضبط يا سيادة المحافظ، وصدقني يا سيدي المحافظ، لولا أن السيد بونزا يشغل منصبا هاما وحساسا ما كنت أهتم بالأمر. وأنا لا أريد أن تتحدث المدينة عن تصرفاته الشاذة. هذا الموضوع فيه شيء من الغرابة، خاصة وأنه كفء ويقوم بعمله على الوجه الأكمل. يا سيدي المحافظ، أقول لك لقد كان تصرفه غير لائق تجاه زوجتي وابنتي.
ولو كان الأمر يتعلق بي أنا ما تحدثت فيه، على الرغم من أنه يعتبر مرؤوسا لي. هذا الأمر يستوجب الحسم فورا، سأستدعيه إلى مكتبي لأتحرى الأمر بنفسي. في غير وجودي أرجوك. ولا تنسى وعد سيادتكم بتشريفنا بالزيارة في المنزل. اطمئن، سأجعله يقوم بالترضية المناسبة. شكرا يا سيادة المحافظ. شكرا. استدعى السيد بونزا إلى مكتبي فورا. لنتكلم بصراحة ولنفرض أن الفضول كان وراء المجاملة، ألا ترى أنه شيء طبيعي؟ نعم هو شيء طبيعي لأنك ناس فاضية. لا لا لا، اسمع يا خالي، سأضرب لك مثلا. لو كنت فعلا لا تهتم بما يفعله الآخرون من حولك، لو ثم جئت أنا وبدون سابق إنذار ووضعت هنا فردة حذائي. وما دخل فردة الحذاء لحديثنا؟ أرأيت؟ لقد دهشت وبدا لك أنه شيء عجيب وسألتني عن السبب. لك حيل ظريفة. لكن حاولي أن تثبتي لي أن السيد بونزا السيد الماكر الخبيث كما يسميه أبوك جاء ليسكن حماته بجواركم عامدا متعمدا. حتى وإن كان غير متعمد، لا شك أنه يعيش بطريقة غريبة تثير فضول البلد كلها. اسمح لي أشرح لك. هذا الرجل جاء إلى هنا وسكن في الدور الأخير في العمارة الكئيبة إياها الموجودة بأقصى المدينة قرب الغابة. هل رأيتها؟ أقصد من الداخل. لابد أنك ذهبت أنت وماما لمعاينتها. لسنا وحدنا، غيرنا الكثير. أما فيها حوش عتمة بشكل، وفي أعلاها سور حديدي يشبه السجن. ثم ماذا؟ إنه يسجن زوجته هناك. أما حماته فتسكن هنا بجوارنا. إذا كانت الشقة سيئة كما تقولون فشقة حماته جميلة في وسط البلد. لكنه يرغمها على الابتعاد عن ابنتها بأية وسيلة. ربما تكون الأم هي التي تريد أن تعيش بحريتها. لا يا خالي، معروف أنه هو. اسمح لي أوضح، من المفهوم أن البنت حين تتزوج تترك منزل أمها وتذهب لتعيش مع زوجها في مدينة أخرى إذا لزم الأمر، ولكن هذه الأم المسكينة بعد أن عجزت عن احتمال الحياة بعيدة عن ابنتها فتتبعها وتجيء إلى هنا في بلدة غريبة عنها، وهناك من يرغمها على العيشة بعيدة عن ابنتها. فهذا شيء يجب أن تعترف أنه غير مفهوم على الإطلاق. تصور خيالي. هل من الصعب تصور أن اختلاف المزاج بينهما هو الذي أدى إلى كيف يا خالي العزيز؟ كيف؟ تنافر بين الأم وابنتها؟ أيجوز بين الحماة وزوج ابنتها؟ لا يوجد أي تنافر بينهما، فهما دائما معا. وهذا موضوع دهشة الجميع. يحضر هنا كل ليلة ليؤنس حماته، ويحضر بالنهار أيضا مرة أو مرتين، ولا يحضر زوجته لترى أمها أبدا. تصور، ربما تكون مريضة ولا تستطيع مغادرة المنزل. لا 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 لا، كثير ما تذهب الأم إلى ابنتها كي تراها فلا تقترب منها أو تدخل شقتها. والمعروف من مصادر موثوق بها أنه محرم على هذه الأم المسكينة الصعود إلى الشقة. كيف هذا؟ يسمح لها فقط بالتحدث من المنور. من المنور فقط؟ تدخل المسكينة المنور وتجذب الحبل فيدق الجرس فوق، تطل الإبنة فتكلمها الأم من تحت ولا تراها من أشعة الشمس التي تسقط من أعلى على عينيها. لماذا تأخرت؟ ألم يخبرها أحد بحضورنا؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا. آسفة لحضور المفاجئ، وسمحت لنفسي باصطحاب صديقتي العزيزة مدام سيني التي ترغب كثيرا في التعرف عليكم. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. آه يا عزيزتي، جئنا في شوق ولهفة على معرفة الأخبار. أخبار؟ أخبار من؟ أخبار من؟ أخبار سكرتير المديرية الجديد، المدينة كلها تتحدث عنه. هو في غيره، كلنا مشتاقون لمعرفة الأخبار. ولكننا لا نعرف عنه أكثر من الآخرين، صدقوني. ألم أقل لك لا يعرفون أكثر مما أعرف؟ بل ربما يعرفون أقل مما أعرف أنا. هل تعرفون سبب انقطاع الأم عن رؤية ابنتها في بيتها؟ أخبار، أخبار جديدة وصلت فورا. إنه يغلق عليها الباب بالمفتاح. يبدو لي إنكم جننتم جميعا. يا خالي، يا خالي، ألا زلت تحاول تبرير موقفه؟ تبرر موقف هذا الوحش؟ إنه يبرر موقف هذا الوحش. أنا لا أحاول تبرير موقفي على الإطلاق، ولكني أقول لكم إن فضولكم أصبح لا يحتمل، وأنه عديم الجدوى. عديم الجدوى؟ نعم، عديم الجدوى. هل لأننا حضرنا سعيا وراء المعرفة؟ معرفة من؟ نحن لا يمكننا أن نعرف جميع التفاصيل عن حياة الآخرين وتصرفاتهم. نحن نسعى إلى معرفة الأخبار والمعلومات. إن كان هناك من يعرف الأخبار على حقيقتها بمثل هذا الأسلوب، فهذا الشخص هو أنت يا سيدتي، وبفضل زوجك هذا الذي يعرف كل شيء. لا لا، اسمح لي. اسمع أنت هذه الحقيقة، زوجي هذا الذي يدعي أنه يعرف كل شيء لا يفلح على الإطلاق في إقناعي بأي شيء. فعلا، إنها لا تصدق أبدا أي شيء أقوله له. نعم، لأنك تخطئ دائما. أنت التي تخطئين. بل أنت الذي تخطئ. أنت التي تخطئين. قلت أنت الذي تخطئ. يا حضرة، كلاكما غير مخطئ. هل تسمحان لي بأن أقدم إليكما الدليل؟ أنتما تريان، أليس كذلك؟ طبعا نرى. لا تتعجل الإجابة على هذا النحو، تعال إلى هنا. لماذا؟ اذهب اذهب. انظر إلي جيدا. ها؟ المسني. ها؟ المسني. برافو، أنت على يقين من لمسي كما أنك على يقين من أنك تراني، أليس كذلك؟ ربما. لا يمكن أن تشك في نفسك على هذا النحو. عد إلى مكانك. ها؟ عد إلى مكانك. أوه، لماذا تقفز حملك هكذا؟ عد إلى مكانك واجلس. اجلس. والآن تعالي أنت إلى هنا. انتظري، سأحضر أنا إليك. أنت ترينني جيدا، ارفعي يديك الجميلتين والمسيني. يا لها من يد جميلة. نعم. لا تلتفتي إلي، أنت واثقة من لمسي كما أنك واثقة من أنك ترينني، صح؟ ولكنك ترينني غير هؤلاء الأربعة، لأني أنا في الحقيقة كما ترينني أنت نفسك، وليس على النحو الذي رآني عليه زوجك أو أختي أو ابنة أختي أو مدام. أتسيني. أتسيني. كيف تتغير من الواحد إلى الآخر؟ بالتأكيد أنا أتغير وأنت تتغيرين حسبما يرانا الآخرون. معنى هذا في رأيك أنه لا يمكن معرفة الحقيقة المطلقة. ما دمنا لا نعتقد فيما نرى أو فيما نلمسه. لا، بل يمكنك أن تعتقدي فيما تلمسين أو ترين، ولكني أطالبك بأن تحترمي ما يراه الآخرون وما يلمسونه، حتى ولو كان متناقضا مع ما ترينه أو تلمسينه. أنا لن أتكلم معك ثانية، أنا لا أريد أن يجن جنوني. لا 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 لا، كفاية استمروا
استمروا في الحديث عن سيدة فرولا وزوج ابنتها سيد بونزا، ولن أقاطعكم أبدا. عن ابنك. يكن معلوما أن سيدة فرولا ستحضر إلى هنا خلال لحظات. فرولا ستحضر إلى هنا؟ ستحضر إلى هنا حتما. فأنا لا أسمح أن توجه مثل هذه الإهانة إلى بيتي وأسكت. كيف ترفض حماته أن تستقبل زوجتي وابنتي؟ هل أبلغت السيد المحافظ بذلك؟ نعم، وقد تأثر للغاية. لماذا تضحك؟ لا ينقصنا إلا ضحكاتك. إنه يضحك لأنه يقول إنه من غير الممكن الكشف عن الحقيقة. بعد إذنكم السيدة فرولا. هل أذهب لاستقبالها؟ كلا كلا، أرجوك اجلسي اجلسي وانتظري حتى تدخل. تفضلي يا سيدتي. يؤسفني أني لم أقم بالواجب حتى الآن. لقد شرفتني يا سيدتي بزيارتك، وكان يجب علي أن أبدأ الزيارة. لا كلفة يا سيدتي بين الجيران، خصوصا وأنك غريبة ووحيدة هنا، وربما كنت في حاجة. شكرا إلى... شكرا، هذا كرم بالغ. هل السيدة وحدها في البلد؟ كلا، أن ابنتي معي هنا وجاءت لتسكن أيضا هنا. هل زوج ابنتك هو سكرتير المحافظ الجديد السيد بونزا؟ نعم، وأرجو من سيادة المستشار أن يعفو عني كما أرجوه أن يعفو عن صهر العزيز السيد بونزا. الحقيقة يا سيدتي، لقد ساءني الأمر كثيرا. الحق معك، ولكن يجب عليك أن تعذره، فقد انتابنا الكثير من الإضطراب على أثر المصيبة التي حلت بنا. فعلا إنها مصيبة فعلا. وهل فقدتم أقاربكم فعلا؟ كلهم يا سيدتي كلهم. لم يبق لبلدنا من أثر إلا بعض الخرائب المهجورة. فعلا لقد بلغتنا الأخبار. ماتت أختي وابنتها فقط، أما صهر العزيز المسكين فقد كانت المصيبة أفضح، فقد جميع عائلته. الحقيقة يا سيدتي أن الاعتبار الخاص بهذه الكارثة هو الذي دفعني إلى أن أبدأ أنا وابنتي بزيارتكم. نعم، خاصة بعد أن عرفت أن السيدة تعيش وحدها. واعذريني يا سيدتي إذا سألت عن السبب في أنك لا تعيشين مع ابنتك هنا. المسألة فيها شيء من الغرابة، أقول لك الحق. أعرف ذلك، ولكني من أنصار الرأي الذي يحبز في حال زواج الابن أو الابنة أن يعيش حياتهما بالطريقة التي تروق لهما. هذا هو السبب. مظبوط تمام. لا ينبغي لأي شخص آخر أن يتدخل في العلاقة بين الزوج والزوج. اسمح لي يا عزيزي لامبرتو، ليس إلى حد استبعاد الأم نهائيا من حياتهما. من قال استبعاد؟ نحن نتكلم عن أم تدرك أن ابنتها لا يجب أن ترتبط بها كما كان الحال سابقا، خاصة وأن لها حياة خاصة بها. نعم الرأي، أشكرك أشكرك، هذا بالضبط
ما كنت أود أن أقوله. ولكن هل تحضر ابنتك إلى هنا كثيرا كي تؤنسك؟ بالتأكيد، نحن نرى بعضنا. كيف وابنتك لا تغادر المنزل على الإطلاق ولم يرها أحد؟ لا لا ترى الأولاد. لا، إنها لم تنجب بعد رغم مرور 7 سنوات على زواجها، ولعل لها في البيت ما يشغلها بكل تأكيد. تعلمين يا سيدتي أننا نحن نساء القرى نحب البقاء دائما في البيت. حتى ولو كانت الأم موجودة وزيارتها واجبة؟ لكن السيدة هي التي تذهب لترى ابنتها. بكل تأكيد أذهب إليها مرة ومرتين كل يوم. تصعدين مرة أو مرتين في اليوم كل هذه الدرجات بهذا المنزل العالي؟ في الواقع أنا لا أصعد، بل إن ابنتي تطل علي من المنور ونرى بعضنا ونتكلم معا. أوه، ألا ترينها أبدا عن قرب؟ أنا كابنة لن أطالب أمي أبدا بالصعود 100 درجة كل يوم من أجلي، ولكني أيضا لن أكتفي بمجرد رؤيتها من بعيد والنظر إليها دون أن أعانقها وأن أشعر بها إلى جانبي. الحق معك يا ابنتي، فعلا الواقع يجب أن أوضح. لا أريد أن تظن بابنتي ما ليس فيها، أو أن عاطفتها نحوي قليلة، أو أنها قليلة الاهتمام بي، حاشا لله. أما عني أنا فلا يمكن أن تكون 100 درجة هي المانع للأم كي تحظى بكل اللهفة والشوق كي تضم ابنتها وفلزة كبدها إلى صدرها. قلنا هذا يا سيدتي، إذن لابد من سبب. نعم هناك سبب. زوج ابنتك إذن؟ أرجوك يا سيدي لا تظن به الظنون، إنه طيب جدا، ولا يمكنكم أن تتصوروا مدى طيبته التي يغمر بها ابنتي، وما كنت أتمنى لها زوجا أحسن منه. إذن ليس هو السبب؟ بكل تأكيد، فلا يمكن أن يمنع هو زوجته من رؤية أمها، أو يمنع الأم من صعود السلم لتبقى بجانب ابنتها بعض الوقت. كلا يا سيدي، إنه لا يمنعنا، بل أنا وابنتي نمتنع من تلقاء أنفسنا احتراما لشعوره. اسمحي لي يا سيدتي، ما الذي يجرح شعوره؟ أنا لا أفهم. إنها مسألة إحساس معين، ربما يصعب إدراكه. إن ما تقولينه يا سيدتي يبدو غريبا. فعلا إنه يثير الفضول، بل اسمحي لي يثير الشك. شك في أمره؟ أرجوك لا تقل ذلك. أي شك يا سيدي؟ كلا لا تنزعج يا سيدتي. ربما كانت الغيرة. غيرة من الأم؟ لا أعتقد. يبدو أن الأمر فيه شيء من القسوة. قسوة؟ لا يا سيدي، إنما هي شيء آخر، أنا لا أستطيع التعبير عن وجهة نظري. ربما كان هو حب خاص بها ينبغي لأحد أن لا يتدخل فيه. ولا حتى الأم؟ أنا أسميه أنانية. بل تكون أنانية مني لو حاولت أن أتدخل وأنا أعلم أن ابنتي تعيش سعيدة. ومع ذلك فنحن نرى بعضنا ونتحدث من خلال السلة التي أجذبها من المنور، وهي تحمل كلمتين حلوتين في خطاب، وهذا يكفيني. لقد اعتدت عليه ولا أجد فيه أي غضاضة. هيه، ما دمتم راضين بهذا الحال. نعم، ألم أقل لكم ذلك؟ إنه طيب جدا صدقوني، ولكل إنسان نقطة ضعفه، وينبغي أن يغفر أحدنا للآخر. اسمحوا لي،
نحن في غاية الامتنان يا سيدتي. شكرا لك يا سيدي، شكرا لكم جميعا. ايه الحكاية؟ هل اقتنعتم بهذا التفسير؟ من يدري كم تتألم هذه الأم المسكينة، وأظن الابنة أيضا. لابد أن نعرف من منهم لديه سر. كانت الدموع ترتعش في عينيها فعلا حين قالت إن 100 درجة لا يمكن أن تعوقها عن الصعود في سبيل ضم ابنتها في أحضانها. ألم تلاحظوا أنها تحاول أن تبعد وتمحو الشك عن زوج ابنتها؟ نعم فعلا كانت تحاول كثيرا الاعتذار عنه وإبعاده عن أي شبهة. الاعتذار عن تلك القسوة؟ سيدي المستشار، السيد بونزا يطلب الإذن لمقابلتك. دعه يدخل إلى حجرة مكتبي. تفضل يا سيدي، سيادة المستشار في انتظارك من هنا. تريد أن تتحدث معي على انفراد؟ أما الجميع، بل في الواقع عندي ما ينبغي أن أشهد عليه الجميع هنا. إن كنت تقصد الكلام عن زيارة السيدة حماتك فلا داعي، بل هذا بالضبط ما جئت من أجله. أنا لن أزعجكم أكثر من لحظة قصيرة. أريد أن أخبركم أني أعرف أن السيدة فرولا حدثتكم عن ابنتها، وأنها قالت لكم إني أمنعها من رؤية ابنتها ومن دخول بيتي. أرجوك، فالسيدة لا تحمل لك إلا كل تقدير واحترام. نعم، لم تتكلم عنك إلا بكل خير، وقالت إنها تمتنع من تلقاء نفسها عن زيارة ابنتها مراعاة لشعورك. وأقول لك الحق، إنه شعور لا نعرف ما سبب. في الواقع جئت لتوضيح هذه المسألة. إن حال السيدة فرولة يدعو إلى منتهى الشفقة. حالي أنا أيضا لا يقل عنها استحقاقا للشفقة، إذ أراني مضطرا إلى الاعتذار وإلى تقديم التفسيرات والتبريرات لحضراتكم عن كارثة بلغت من العنف حدا يجعلني مضطرا إلى الاعتراف بأشياء كان ينبغي أن تظل مستورة. السيدة فرولا مجنونة. مجنونة؟ غير معقول، غير معقول. هل تصدق أنها مجنونة؟ مجنونة؟ منذ 4 سنوات ظهرت عليها أعراض الجنون. منذ 4 سنوات. أوه يا حفيظ، مع أنه لا يظهر عليها. لا يظهر عليها، ولكنها مجنونة بالفعل. وعقدة جنونها في أنها ترى أني لا أريدها أن ترى ابنتها. وأين هي ابنتها بالله عليكم؟ إن ابنتها ماتت منذ 4 سنوات. ماتت؟
ماتت وأصيبت أمها بالجنون لهذا السبب. لكن من هي التي تعيش معك؟ زوجتي، زوجتي الثانية، تزوجتها منذ سنتين. وهي تعتقد أنها ابنتها؟ من حسن حظها فقد رأتني ذات يوم أسير في الشارع مع زوجتي، فظنت أن ابنتها لم تمت وأخذت تضحك وترتعد كلها، وتخلصت دفعة واحدة من اليأس القاتم الذي كان قد حل بها لكي تقع في هذا الجنون، وكادت تطير من الفرح والسعادة في الأيام الأولى، ثم أخذت تهدأ شيئا فشيئا وأسلمت أمرها على حزن دفين بين ضلوعها، راضية كل الرضا كما لاحظتم، إذ أنها تصر على الاعتقاد أن ابنتها ما زالت حية، وأني أريد أن تكون لي وحدي وأني أمنعها من رؤية ابنتها. وعلى هذا النحو شفيت، ومن يسمعها تتكلم لا يعرف أنها مجنونة على الإطلاق. مطلقا إنها تقول للجميع أني أمنعها من رؤية ابنتها، مع أنها تكن لي الحب والامتنان، لأنها تعلم أني أحاول ترضيتها قدر استطاعتي، مع أن ذلك يكلفني تكاليف باهظة، إذ أنني أصرف على منزلين، كما تضطر زوجتي أيضا التي تقبل ذلك بطيبة قلب، تقبل أن تجاريها في وهمها أنها ابنتها، فتطل من الشباك وتكلمها وتعاتبها، كل ذلك بدافع الشفقة، واجب علي، ولكن كل شيء له حدود. أنا لا أستطيع أن أرغم زوجتي أن تعيش معها في بيت واحد، ولذلك تعيش المسكينة كما لو كانت في سجن، الباب مغلق بالمفتاح خشية أن تقتحم عليها البيت. مسكينة، نحن ندرك حالها. إذن هي التي تريد أن يغلق عليها بالمفتاح. والآن يا سيدي، لا شك أنك تقدر أني ما كنت أرضى أن أتركها تقوم بزيارتكم إلا مضطرا. إني أقدر موقفك، الآن فهمت كل شيء. نعم، كل شيء. سيدي، من تحل به هذه المصيبة يجب أن يظل بعيدا عن الناس، ولما كنت قد اضطررت اضطرارا إلى إرسال حماتي إلى بيتكم، أصبح من الواجب علي الإدلاء بهذا الاعتراف أمامكم، حفاظا على المركز الذي أشغله، حتى لا يظن أهل المدينة أن موظفا عاما يمكن أن يرتكب مثل هذه الحماقة الكبيرة، فيمنع بدافع الغيرة أو غيرها أما مسكينة من رؤية ابنتها. سيدتي، سيدي، أرجو أن تعذروني إذا كنت قد أزعجتكم دون قصد. هي مجنونة إذن. مسكينة، مسكينة. يا حفيظ يا رب، الأم تعتقد أنها ابنتها في حين أنها ليست ابنتها. هل تظن أنها مجنونة؟ أوه، كانت تحذي. ومع ذلك لا يبدو عليها أنها مجنونة. هل تعتقد أنها غير مجنونة؟ إذن بماذا تفسر موافقتها على شرط بعدم رؤية ابنتها إلا من المنور؟ فعلا، لا يمكن أن يقبل هذا الوضع إلا المجانين. وأنت ما رأيك؟ أنا؟
لا شيء. بعد إذنكم السيدة فرولة. فرولة ماذا كأبي؟ دعها تدخل. تدخل؟ ما العمل؟ لن نستطيع التخلص منها بعد الآن. لا أدري، كان الله في عونينا. ترى ماذا ستقول الآن؟ بودي أن أسمع. أنا الآخر بودي سماعها. أنا غير مقتنع بأنها مجنونة. يجب استقبالها، يجب استقبالها لنسمع ما تريد، وإن كان لابد أن نتخذ بعض الإجراءات. بعد إذنكم تفضلي عزيزتي. الأصدقاء ما زالوا هنا كما ترين. إنهم ينظرون إلي كما لو كنت مجنونة. لا ألم يخرج زوج ابنتي من هنا حالا؟ نعم حضر إلى هنا للتحدث معي في بعض المسائل المتعلقة بالعمل. لا بل حضر إلى هنا ليقص عليكم ما لم أكن أود الإفصاح عنه ولو بذهب الدنيا. ألم يكن لكم إن ابنتي ماتت منذ 4 سنوات، وإني بائسة مجنونة، وإني ما زلت أعتقد أنها على قيد الحياة، وإنه يمنعني من زيارتها؟ في الواقع إن الأجنبية بكل أسف أعرف ما يجره علينا هذا الموقف في أعين الناس، وما يثيره حولنا من فضائح وشكوك، ولكن هذا لا يمنع أنه موظف كفء ونشيط بشهادة جميع رؤسائه، فلماذا تعذبونه بالخوض في حياته العائلية؟ لا يا سيدتي، نحن لا نريد إذاءه. هل تصدقون عن اقتناع قوله إن ابنتي ماتت وإني مجنونة، وإن التي تعيش معه هي زوجته الثانية؟ إنه مضطر، صدقوني إنه مضطر لأن يقول ذلك، فبهذه الفكرة يعود إليه الهدوء وتعود إليه الثقة بنفسه، وحين يضطر إلى الكشف عن موقفه يثور ويضطرب كما رأيتم. الواقع أنه كان ثائرا بعض الشيء. يا حفيظ، إذن هو؟ أي نعم إنه هو، قلت ذلك. وهل تظنون أنني كنت أترك ابنتي معه وحيدة إن كان جنونه شاملا؟ يجب أن تشرحي لنا في وضوح حقيقة الأمر. هل يمكن أن يحضر زوج ابنتك إلى هنا ليختلق هذه الحكاية؟ سأشرح لكم كل شيء. إنه عنيف وطبعه حامي، فلما تزوج ابنتي أصيب بنوبة حب جنونية وكاد يدمر حياتها. إنها ملاك رقيق، فأشار علينا الأطباء بإبعاد زوجته عنه وإيداعها إحدى المصحات. حينئذ أصابه يأس قاتل، ظن أن زوجته ماتت في الزلزال، ولم يفلح معه أي مجهود في تحويله عن هذه الفكرة حتى بعد أن شفيت. فلما رآها قال لا ليست هي، فاستعنا ببعض الأصدقاء على تمثيل عقد القران من جديد. ولهذا يقول إنها ليست ابنتك؟ إنه في حاجة إلى إقناع الآخرين بهذه الفكرة ليطمئن نفسه، وربما ما زال يسيطر عليه الرعب من احتمال انتزاع زوجته العزيزة منه، لذلك فهو يغلق عليها بالمفتاح لأنه يريدها لنفسه. وابنتي راضية كل الرضا، فما شأني أنا؟ والآن اسمحوا لي بالخروج قبل أن يعود إلى منزله وهو على هذه الحالة من الغضب. الصبر جميل. كتب على ابنتي المسكينة التظاهر بأنها ليست هي، وكتب علي أن أكون مجنونة. الصبر جميل.
اسمحوا لي بالانصراف. لماذا ينظر كل منكم في عيون الآخرين؟ أين الحقيقة؟ ألو سيادة المستشار، أهلا. نعم يا سنتوري، عال عال، عملت طيب، ولكن كيف؟ شيء غريب جدا، أرجوك حاول من جديد. إلى اللقاء. كل شيء فقد ودمر، البلدية والدفترخانة والسجلات والملفات. ألا يوجد شاهد عيان واحد على قيد الحياة؟ ولا خبر عن الذين خرجوا من الكارثة أحياء، حتى وإن وجدوا فمن العسير العثور عليهم أو تتبع أثارهم. وبهذه الكيفية لم يبقى لنا إلا أن نصدق هذا أو نصدق تلك دون أن يكون لدينا أي دليل. هل تريدون سماع نصيحتي؟ صدقوا الاثنين. كيف؟ إذا كانت هي تقول أبيض وهو يقول أسود، إذا لا تصدقوا أحدا منهم؟ أنت تمزح دائما، أؤكد رغم أن الأدلة ناقصة وشواهد الواقع غير موجودة، فالحقيقة لابد أن تكون في جانب هذا الطرف أو ذاك. شواهد الواقع، ماذا تريد منها؟ لا لا اسمح لي، واقعة موت الابنة مثلا إذا ثبتت لكانت الدليل على أن السيدة فرولا هي المجنونة. أين هي؟ للأسف لم توجد شهادة الوفاة حاليا، لأننا لم نعثر على أي شيء، ربما نجدها غدا، وعندئذ يصبح من الواضح أن السيد بونزا على حق فيما يقول. هل يمكنك أن تنكر أن السيد أجدزي على حق إذا برزت تلك الشهادة غدا؟ أنا لا أنكر أي شيء، فأنتم الذين تحتاجون لشواهد الواقعة وللوثائق للإثبات أو للنفي، لست أنا ولست أحتاج إليها، لأن الحقيقة في نظري ليست في تلك الشواهد، بل تكمن في نفس كل منهما. عال خالص، ألا يقولان بأن أحد الاثنين مجنون؟ إما أن تكون هي المجنونة أو يكون هو المجنون، لا مفر من ذلك. أيهما المجنون؟ هذا هو لب الموضوع. ألا تفهمون؟ تخيل كل منهما عن الآخر صورة لها قوام الحقيقة، وكلاهما يعيش الآن على هذا الخيال في وئام متبادل، وليس في الإمكان هدم تلك الحقيقة التي ابتدعاها بأنفسهما أيا كانت الأدلة، وإن وجدت فلا فائدة منها إلا إرضاء لفضولكم الغبي، ولن تجدوها. استرون الآن أمامكم الخيال هنا والحقيقة هنا متجاورين، ولم تستطيع التمييز بينهما. أين الخيال وأين الحقيقة؟ فلسفة. ما رأيكما لو حدثت مواجهة بين الاثنين؟ ألا يمكن أن نكشف الخيال من الحقيقة؟ على هذا فأنت تميلين إلى ما تقوله الحماه؟ هذا إذا أخذنا بما تقوله هي، ولكن إذا أخذنا بما يقوله هو زوج الابنة مثلا. لم أذق طعم النوم طول الليل من التفكير في ذلك. اسمحوا لي بالضحك حتى النهاية. طيب سنرى من سيضحك أخيرا. يحسن أن لا نضيع الوقت، سأشرح لكم الخطة. السيدات يذهبن إلى السيدة فرولا، وبحيلة من الحيل يستدرجنها للحضور إلى غرفة الاستقبال. عظيم. في نفس الوقت أكون أنا قد أحضرت السيد بونزا بحجة بعض الأوراق المتعلقة بالعمل، سأتظاهر أنا بأني نسيتها هنا. هايل. وفي الوقت المناسب أطلب إلى السيدات أن يدخلن إلى هنا. هيا بنا. موفقين بإذن الله. أهلاً
أنت هنا، قل لي من المجنون منا نحن الاثنين؟ أنا أقول وأنت تشير إلي بإصبعك، ولكن فيما بيننا نحن نعرف كل منا الآخر بشكل جيد، لكن المصيبة أن الآخرين لا يرونك على الصورة التي أراك أنا عليها. وإذا من تكون أنت؟ ها عزيزي، من تكون أنت؟ شبح؟ نعم شبح. هل مدام أميليا موجودة؟ لا يا سيدتي، لقد ذهبت في زيارة السيدة فرولا. صحيح، لقد ذهبت منذ لحظات. ألا يوجد أحد هنا؟ السيد لامبرتو أخو مدام أميليا موجود. إذن بلغه بحضورنا. حاضر يا سيدتي. رأيت هؤلاء كيف يتصرفون دون أن ينتبهوا إلى الشبح الذي يحملونه معهم؟ وبالرغم من ذلك يسرعون بفضولهم الشديد نحو شبح الآخرين. المصيبة أنهم يظنون أن الأمر مختلف. سيد لامبرتو، يا سيد لامبرتو، حضرت مدام تسيني ومعها سيدة أخرى تسألاني عن السيدة أميليا، فقلت إنها غير موجودة وإن سيادتك موجود. أنا لا، الشخص الذي تعرفه غير موجود. ماذا تقول يا سيدي؟ أنا لا أفهم شيئا. أقول لي، مع من تتكلم أنت؟ مع من أتكلم؟ مع سيادتك. هل أنت متأكد أنني أنا الشخص الذي تريده سيدتان؟ لا أعرف. يا عزيزي، أدخل هنا. موجودة وقد حضرت معي صديقتي ميني لتتعرف عليها. ستحضر بعد قليل ومعها سيدة فرولا. تفضلي استريحي. أما الخطة مرسومة بشكل ياه غاية في الروعة، هنا بعد قليل في الساعة 11. خطة مرسومة؟ اسمح لي، خطة ايه؟ المواجهة فكرة رائعة. مواجهة ايه؟ المواجهة بين الاثنين، فيحضر هو اولا ويدخل الى هناك. من؟ السيد بونزا، ثم تحضر هي بعد ذلك وتجلس هنا. من؟ مدام فرولا. وبعد الاثنين كل في مواجهة الاخر، ونحن حولهم نرى ونسمع في سبيل معرفة الحقيقة. الحقيقة أصبحت معروفة، لم يبقى إلا كشف الغطاء يعني. وهل عرفوا الحقيقة؟ من هما المجنون؟ من؟ سأختبر ذكائك. خمني، من هما في رأيك؟ أنا أعتقد أنه هو. نعم، إنه هو. صحيح، لابد أن يكون هو. كلنا كنا ذلك، ولكن سلطات الأمن كشفت الحقيقة، وثيقة الزواج الثاني. الزواج الثاني؟ نعم، شواهد الواقعة، قسيمة الزواج، أدلة تتكلم بوضوح وصراحة. إذن هو صاحب الحق. إذن هي المجنونة. في الغالب هي المجنونة. يا مغيث يا رب، يا مغيث.
يمكن أن نعرف أي شيء بشكل يقيني على الإطلاق. لا على الإطلاق لا لا لا، لا يجب أن نبالغ بهذه الطريقة. لا مؤاخذة، كم يوم في الأسبوع؟ 7. 2 3 4 الخميس الجمعة السبت والأحد. وعدد شهور السنة؟ آه عافنا غرض، تريد السخرية منا؟ خالي أين ماما؟ ماما قادمة حالا. آه يا خالي، آه لو رأيت بيتها منظم ونظيف بشكل، كل شيء فيه كما يجب، المفارش، الأثاث، روعة روعة. وعرضت علينا أيضا كل خطابات ابنتها. صحيح، ولكن ربما أن تكون خدعة حسب قول السيد لامبرتو. وماذا يعرف عنها؟ لا تعير كلامه أي أهمية. هل يمكن خداع أم حول عواطف ابنتها؟ ها هم وصلوا. تفضل. تفضلي على البيانو. تفضل تفضل ادخل تفضل. لابد اني نسيت الاوراق هنا. تفضل اجلس. ها هي فعلا كما توقعت. المسألة كما قلت تتعلق بنزاع في قضية معقدة منذ سنتين. هذه الموسيقى هذا وقتها؟ ألق نظرة على الملف. ماذا؟ من؟ هي التي تعزف؟ نعم حماتك عزفوها بديع بديع. لكن كيف أتيتم بها إلى هنا؟ وكيف تسمحون لها بالعزف؟ وما الضرر في ذلك؟ لا لا هذه الموسيقى لا، هذه هي القطعة التي كانت تعزفها ابنتها. لعل سماعها يؤلمك. لا يؤلمني أنا، بل يؤذيها هي أذى لا حد له. لقد سبق أن شرحت لكم ظروف هذه المرأة المسكينة. صحيح، ولكن يجب أن تترك لحالها في سلام. لا تزور أحدا ولا أحد يزورها. أعرف أنا وحدي طريقة معاملتها. إنكم بذلك تدمرونها. نعم تدمرونها. برافو برافو، عزفك غاية في الروعة. أنا؟ فما بالك بابنتي لينا؟ ابنتها لينا، سامع؟ تقول ابنتها لينا. بالطبع ابنتها. تقول إنها تعزف. طبيعي جدا، فإنها ما زالت تعتقد أنها حية. ولكن لا يجب استدراجها لهذا الكلام، لا يجب أن تقول ذلك. إنها تقصد البيانو الخاص بالمرحومة التي ماتت. أرجوك أطلب إلى السيدات أن يحضرن إلى هنا. لا 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 لا، السيدات لا، السيدات لا يحضرن إلى هنا. أرجوك لا لا أرجوك. آه
مسكينة لينا ابنتي. هيا بنا. أنت هنا مرة أخرى، لماذا جئت؟ هدئ نفسك. جئت تعيدي وتزيدي، أليس كذلك؟ ماذا قلت لهم؟ لم أقل شيئا، أقسم لك لم أقل شيئا. لم تقولي شيئا. لم تقولي شيئا. لقد سمعتك لنفسي وسمع معي الأستاذ. قلت إن لينا تعزف، وأنت تعرفين أن ابنتك ماتت منذ 4 سنوات. فعلا ماتت، وأنها لم تعد تستطيع العزف منذ ذلك الحين لأنها ماتت. نعم، ألم أقل ذلك؟ ألم أقل لكم ذلك؟ ألم أقل لكم ذلك؟ ولماذا تفكرين دائما في البيانو؟ أنا أبدا أبدا لم أعد أفكر فيه. لقد حطمته بنفسي بعد موت ابنتك حتى لا تلمسه الأخرى التي لا تعرف العزف، وأنت تعرفين ذلك. نعم، إنها لا تعرف العزف. قولي لي، ما اسم ابنتك؟ لينا، أليس كذلك؟ لينا. والآن أذكري اسم زوجتي الثانية هنا أمام الجميع. جوليت. الواقع يا سادة، اسمها جوليت. آه، جوليت. جوليت وليست لينا. ولا تحاولي الغمز بعينيك. أنا لم أغمز بعينيك. لقد رأيتك وأنت تغمزين بعينيك. إنك تريدين خرابي، تريدين أن توهم الجميع بأني أريد أن أتملك ابنتك لي وحدي وكأنها لم تموت. لا 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 أبدا، أتوسل إليك، اهدأ يا حبيبي. أنا لم أقل ذلك مطلقا، لم أقل. أليس كذلك يا سادة؟ صحيح بالضبط. نعم، هي لم تقل ذلك، إنما قالت إنها ماتت. نعم، قلت إنها ماتت، وقلت أيضا إنك طيب جدا معي. ومع ذلك تبحثين دائما في بيوت الجيران عن بيانو لتعزف الألحان التي كانت تعزفها ابنتك. أنا وتقولين إن لينا كانت تعزفها بهذا الجمال وأكثر. أنا عزفت. أكنت لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن هذا. كيف تجرؤين على عزف الألحان التي كانت تعزفها ابنتك؟ كيف تجرؤين على عزف الألحان التي كانت تعزفها ابنتك التي ماتت؟ لا، أرجوك أتوسل إليك، الحق معك، لن يحدث ذلك مني مرة أخرى. اخرجي من هنا، اخرجي. طيب، حاضر، انا خارج. Thank you.
آسف يا سيدي، آسف يا حضرات، اعذروني لأنني اضطررت إلى تمثيل هذا المشهد المحزن لإصلاح الضرر الذي سببتموه لهذه التعسة، فقد انقلبت شفقتكم إلى لوم وعتاب دون قصد أو إدراك. كيف؟ هل كنت تتصنع؟ لا حيلة لي غير ذلك، فهي الطريقة الوحيدة كي تظل غارقة في وهمها. كان علي أن أصرخ بالحقيقة كما لو كنت مجنونا. اغفر لي، اغفروا لي واسمحوا لي بالانصراف. يجب أن أذهب إليها فورا. هاكم يا حضرات السادة والسيدات، لقد انكشفت الحقيقة. أهلا سيادة المفتش، عندك أخبار؟ نعم أخبار قليلة. عال عال عال، لابد أنك قد قمت بمعجزة، على الله تكون أخبار أكيدة. من شخص أمكن العثور عليه أخيرا. ألو، أهلا، هل تريد زوجتك؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ يقول إنه جاء بمعلومات أكيدة. نعم يا سيدي، لقد أمكن الحصول على معلومات قليلة ولكنها أكيدة. مثل ماذا؟ ها هي، لدي هنا المعلومات التي بلغوني بها. أرني. تفضل. لا شيء يمكن الاعتماد عليه في هذه الأنباء يا سيادة المفتش. هذا كل ما أمكن الحصول عليه. ما زالت الشكوك قائمة كالأول. أبلغني السيد سيريلي أن مفتش البوليس حضر إلى مكتب زوجي الآن ومعه أخبار أكيدة حصل عليها من شهود من أهل الثقة. أهلا سنتوري، قالوا إنك هنا فجئت مسرعا، كنت متأكدا من نشاطك بخصوص هذا الموضوع. إني يا سيادة المستشار عملت كل المستطاع فعلا. هل جئت بمعلومات؟ شواهد يقينية. عنده معلومات أكيدة ولكنها قاطعة. برافو برافو، أطلعنا على الدليل في الحال. ها هو يا سيدي. ألو أميليا، مع الدليل، الجميع ينتظر. حالا حالا، السيدات ينتظرن على أحر من الجمر، وعلينا أن نطلعهم بسرعة على ما توصل إليه عزيزي سنتوري. أوه، هيا قولوا لنا ماذا حدث، ماذا تنتظرون؟ وتكلموا. من فضلكم، ماذا؟ شيء من الصبر يا سادة. سيقرأ لكم السيد أجدزي الدليل الهام. سيقرأ. أنا قرأت الدليل مما لا يقبل الشك، وبشهادة أحد بلديات السيد بونزا أن السيدة فرولا كانت في إحدى المصحات. مدام فرولا؟ لا شك أنها هي المجنونة. لا لا، الورقة لا تقول شيئا من هذا على الإطلاق. إذن ماذا تقول؟ يعبر الشاهد بقوله يبدو لي، ومعنى هذا أنه ليس متأكد ولا يعرف بالضبط إن كانت الأم أو الإبنة هي التي دخلت المصحة. إذن من هي التي دخلت المصحة؟ لابد أن تكون الأم.
لا، بل هي الابنة، الابنة. نعم، وهذا ما قالته لنا مدام فرولا بنفسها. فعلا، حين أخفوها عن زوجها حجزوها في إحدى المصحات. ويجب أن تعرفوا أيضا أن شاهد ليس من نفس البلد، وإن كان يقول إنه يتردد عليها كثيرا، وإنه لا يتذكر جيدا، ويبدو له أنه سمع شيئا من هذا القبيل. كلام في الهواء. اسمحوا لي من فضلكم، إذا كنتم مقتنعين بأن الحق في جانب السيدة فرولا، إذن أنهوا الموضوع واعتبروا المسألة منتهية، هو المجنون وخلاص. ولكن السيد المحافظ يعتقد عكس ذلك، فهو يثق في السيد بونزا ثقة عمياء، هو صرح لي بذلك. لأن السيد المحافظ لم يتحدث مع السيدة فرولا حتى الآن. يا كريم يا رب، وجدتها، بيضة كريستوفر كولومبوس. هل سيحضر السيد المحافظ إلى هنا؟ نعم، هو وعدني بذلك ونحن في انتظاره، ولكن لماذا خبرني؟ يجب أن يفعل شيئا هو وحده الذي يستطيع فعله. بأمر السيد المحافظ تسمع أقوال الزوجة. نعم، هي الوحيدة التي يمكن أن تكشف عن الحقيقة. لا 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 لا، بل ستقول ما يريده زوجها. هذا صحيح، ولكن إذا تحدث السيد المحافظ معها على انفراد، من سلطة السيد المحافظ أن يلزم الزوجة بالاعتراف أمامه لتوضيح الأمور. برافو برافو يا خالي، فكرة رائعة. سأدعو السيد المحافظ للحضور إلى هنا، وأرجوك يا لامبرتو أن تتركني أتحدث معه وحدي. إذا شئت أخرج من هنا. لا لا، يسعدني أن تكون موجودا. لقد جئت لأنك كررت علي الدعوة. هل هناك جديد؟ الواقع يا سيدي المحافظ أن الكل في شدة الانفعال من تصرفات السيد بونزا، ولكني لا أرى أي مبرر لذلك. ربما لأن سيادتك لم تستمع حتى الآن لكلام هذه السيدة المسكينة حماتي. كنت قد وعدتك لسماع أقوالها هنا عندك حسب رغبتك، ولكن زوج ابنتها حضر إلي بنفسه ورجاني، بل توسل إلي أن أذهب إليها للقائها في منزلها للقضاء على كل هذه الأقاويل. اسمح لي، هل تظن أنه كان يقدم على ذلك لو لم يكن أكثر من متأكد من أن هذه الزيارة ستثبت كلامه هو؟ يا عزيزي، أنا أعتبر هذا الرجل من المعذبين. وأنا أعتقد أنها هي المعذبة لا هو. وأنت يا سيد لامبرتو؟ عافني يا سيادة المحافظ، لقد وعدت السيد المستشار بعدم فتح فمي. أرجوك يا سيادة المحافظ أن تسمعني، أنا الطريقة الوحيدة أمامنا هو استخدام سلطتك للحصول على اعتراف من الزوجة. فكرة جيدة، اذهب إلى السيد سنتوري لإحضار السيد بونزا إلى هنا في الحال. أمرك يا سيدي. من فضلكم، السيد بونزا حضر. تفضل يا سيد بونزا. لقد أرسلت إليك يا عزيزي بونزا لأقول لك إني ومعي أصدقائي هنا. سيادة المحافظ، هل تريد أن تقول شيئا؟ نعم يا سيادة المحافظ، أريد نقل اللوم بالذات من هذا المكان. لا لا لا، اسمح لي، بلحظات كنت تتكلم معي في غاية العقل.
ولكن يا سيادة المحافظ أصبحت في هذا المكان هدف الاستفزازات لا تحتمل. لا داعي للمبالغة. استفزازات؟ اسمح لي، تقصد من ناحيتي؟ ما الجميل؟ نعم يا سيادة المحافظ، ما الجميل؟ ولذلك أريد الرحيل، أطلب الرحيل يا سيادة المحافظ، لأنني أستطيع تحمل هذا الفضول المرير القاسي عن حياتي الخاصة والذي سينتهي بتدمير عمل من أعمال البر، يكلفني كثيرا من التضحيات، تدميرا لن ينفع معه أي علاج بعد ذلك. إني أحب هذه العجوزة المسكينة لأنها أمي، ولكني وجدت نفسي مضطرا إلى توجيه أقسى ألوان العنف إليها. حدث هذا هنا أمس، الآن أراها في حالة من الاضطراب والانهيار بحيث أنني لا أؤكد لك يا سيادة المحافظ، هي سيدة كانت تتكلم معنا في منتهى الهدوء، أما التشنج والعصبية فلم تظهر أمامنا حتى الآن إلا منك أنت يا سيد بوزة، لأنكم لا تدرون ما تسببونه من العذاب. هدئ نفسك، أنا موجود هنا معك وأنت تعلم مدى ثقتي وتقديري لكلامك. نعم يا سيادة المحافظ، أنا أعلم ذلك، أنا أعلم أن سيادتك معي وإني أشكرك على ذلك. إذن اسمع، تقول إنك تحب حماتك المسكينة كأنها أمك. نعم هذا جميل، أرجو أن تعتبر هذا الاهتمام الشديد من جانب هؤلاء الأصدقاء هو أيضا لمصلحة ولراحة السيدة فرويدا. ولكنهم يعذبونها يا سيدي، رغم أني نبهتهم أكثر من مرة. طول بالك، سترى أن كل شيء سينتهي بمجرد توضيح الأمور. المسألة لا تحتاج إلى جهد كبير، لديك أبسط الوسائل وأضمنها لإزالة كل شك من نفوس هؤلاء السادة. ولكنهم لا يريدون تصديقي بأية طريقة. فعلا، لأن الجميع هنا غير قادرين على منح الثقة فيما تقوله أنت أو حماتك، لذلك لا بد من ابتعادكما عن الميدان قليلا. أنت متأكد من أنك تقول الحقيقة، وأنا أيضا متأكد من ذلك، وأعتقد أن لا مانع لديك من الاستماع إلى الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يثبت صدق كلامك. من هو؟ السيدة حرمك. زوجتي؟ لا يا سيادة المحافظ أرجوك لا. ولما لا؟ اسمح لي. لا يا سيادة المحافظ أرجوك، زوجتي لا، أنا لن أحضر زوجتي هنا لإرضاء هؤلاء الناس الذين لا يريدون تصديقي. أحضر أمامي. هل لديك مانع؟ أرجوك يا سيادة المحافظ، زوجتي لا، أرجوكم دعوها في حالها، يمكنكم أن تثقوا في كلامي. اسمع، أنا أيضا أرى أنك تتصرف بشكل يثير الشك في تصرفاتك، خاصة وقد حاول بكل وسائل منعها من القدوم إلى هنا للكلام معنا، وقد تصرف بقلة ذوق مرتين مع زوجتي وابنتي. ماذا تريدون مني؟ ألا يكفيكم ما فعلتم بتلك الجائزة؟ تريدون استلام زوجتي أيضا؟ سيادة المحافظ، لن تخرج زوجتي من بيتي، لن أحضر زوجتي هنا لكي تركع تحت أقدام أي أحد. وهذا يكفيني أنك تصدق كلامي، أما عن الباقي فسوف أقدم فورا طلبا بنقلي من هنا. انتظر من فضلك، أولا وقبل كل شيء أنا لا أسمح لك أن تتكلم بمثل هذه اللهجة أمام رؤسائك وأمامي، خاصة وقد تكلمت معك حتى هذه اللحظة بكل احترام. ثانيا، لقد بدأت أفكر في اعتراضك وفي عدم تقديم الدليل الذي طلبته منك لمصلحتك
ولن يضرك في شيء. ما المانع في أن أقابل أنا وزميلي السيدة حربك هنا أو إن شئت في بيتك؟ أفهم من هذا أنك ترغمني. أنا أطلب منك ذلك لمصلحتك الشخصية، ومن حقي أيضا أن أطلبه منك باعتباري رئيسك. زوجتي هنا وننهي الموضوع، ولكن من يضمن لي أن السيدة فرولا لن تراها؟ إنها ليست هنا، اطمئن لا تخف. حسنا، سأحضر زوجتي هنا وينتهي كل شيء. ذهب لإخبار زوجتي حالا. أحقا ما سمعت؟ نعم، لقد أقبله السيد المحافظ على استجوابها أمامه لكي ننتهي من هذه المشكلة. إني أتعجب، كيف استجاب له بهذه السهولة؟ ألم تري أنه لم يكن سهلا؟ لقد غضب وانفعل زائدا أمام السيد المحافظ. أمام السيد المحافظ. بصراحة لم أكن أنتظر منه هذه المعارضة. سترى أنه سيلني على زوجتي كل ما يريده هو. من هذه الناحية اطمئن، سأستوعبها بنفسي. سترى أنه سيواصل انفعالاته. هذه أول مرة أراه فيها بهذه الحالة. ربما كانت فكرة إحضار زوجتي هي السبب. أعتقد أنه من النوع الغيور. اسمح لي، إلى درجة عدم توظيف شغال؟ لقد رأيته بنفسي يا سيادة المحافظ يصطحب غلاما إلى السوق، يحمل له السلة ويستبقيه دائما خارج الباب ولا يسمح له بالدخول أبدا. ربما كان هذا من قبيل التوفير، فهو يصرف على بيتين. ألا ترى أن هذا كثير؟ فعلا كثير، ولكن اسمحوا لي، هذا الموضوع يمكن تفسيره في ضوء عامل غيره. فإن كان من الأشخاص الغيورين، سواء كان مجنونا أو غير مجنون، فلا يحق لأحد أن يناقشه في ذلك. حصار لا يتسرب منه ماء. أرجوك ارحموني ارحموني. أرجوك اخرجي حالا، لا محل لوجودك هنا الآن. لماذا يا سيدتي؟ أرجوك يا سيدتي الفاضلة، مش ممكن، السيد المحافظ موجود هنا الآن. المحافظ هنا؟ حقا؟ سيادتك يا سيدة المحافظ، كنت سأسبب لمقابلتك. كلا يا سيدتي أرجوك، فيما بعد. لا أستطيع أن أسمعك الآن، يجب أن تخرجي فورا. سأرحل اليوم، سأذهب إلى الأبد. كلا يا سيدتي، أرجوك أرجوك أن تعتكفي لحظة في شقتك وحققي هذا الطلب من أجلي. أرجوك. ولكن لماذا؟ خبرني. زوج ابنتك السيد بوزا سيحضر إلى غير حالا، هل فهمتي؟ إذن سأذهب حالا، ولكن يجب أن تنمو هذا الموضوع رحمة مني. لقد تشيئون إلي أكبر إساءة. سأرحل من هنا فورا إن تماديتم فيما تفعلون كي أحقق له الطمأنينة والسلام. ماذا تريدون منه؟ ولماذا يحدث الآن يا سيادة المحافظ؟ خبرني أرجوك. لا شيء يا سيدتي، اطمئني وانصرف الآن أرجوك. أرجوكم لا تحرموني من الحسنة الباقية لي في الحياة، وهي أن أرى ابنتي ولو من بعيد. من يطلب منك الرحيل يا سيدتي؟ نحن نطلب منك الاعتكاف لحظات، اطمئني. أنا مشغولة عليه جدا يا سيادة المحافظ، وجئت أتوسل إليكم من أجل هو وليس من أجلي أنا. مفهوم، لك أن تطمئني عليه أيضا، أؤكد ذلك، وسترين أن كل شيء سينصلح في الحال. نحن سعداء بحياتنا هذه،
وابنتي سعيدة بحياته. أرجوك يا سيادة المحافظ، أتوسل إليك، لا تدعهم يتدخلوا في شؤوننا، وإلا سأرحل إلى الأبد دون أن أرى ابنتي. أرجوكم، أتوسل إليكم، دعوه في سلام. بهذه الطريقة الدنيا تستغلون حسنيتي. بهذه الطريقة الدنيا تستغلون حسنيتي. كما ترون يجب أن تظل مختفية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل العلاج عن طريق الإشفاق يفلح ويثمر. نحن نقدر هذه الشفقة كل التقدير، ولكننا نريد أن تقولي لنا ماذا؟ الحقيقة؟ الحقيقة في حد ذاتها أني فعلا ابنة السيدة فرولا. وفي نفس الوقت الزوجة الثانية للسيد بانزا. نعم، أما بالنسبة لنفسي فلا أحد. لا يا سيدتي، بالنسبة لنفسك إما أن تكوني لينا ابنة السيدة فرولا، أو تكوني جوليت الزوجة الثانية للسيد بونزا. لا يا سيدي، يا حضرات السادة والسيدات، بالنسبة لنفسي أنا ما يعتقده الآخرون. هاكم يا حضرات السادة والسيدات، هكذا تتكلم الحقيقة. مبسوطين؟